السلام عليكم، جيتكم اليوم فيديو جديده، فيديو ديال جوج افكار الوجبات العشاء. كيف ما قلت لكم ندير لكم هذا النوع من هذا الفيديو هذا، ولا بغيت نكثر لكم منه ما عليكم الا تخليوا في التعليق. وصراحه بزاف ديال البنات اللي كتبوا لي صراحه تحيروا انهم شنو يديروا في العشاء. اليوم جيتكم نيت بجوج الافكار بالنسبه للفيديو اللي سابقين ديال الافكار ديال العشاء، نخليكم في صندوق الوصف، ما تنساوش تمشيو تشوفوهم. بالنسبه لهذا اليوم هذا، فانا حاضر معكم هكا بيتزا رولي اللي بعجين سحريه، تجي زوينه بزاف، وكذلك واحد الفطائر اللي تيجيو بنانين ورائعين، وانا مأكده الا حضرتوهم تبقاو تعتمدوهم في التحضير ديال وجبه العشاء. يعني الافكار السريعه قبل ما نبدا الفيديو ديالي، تنشكر البنات بزاف على دعمكم اللي ديما تيشجعوني، وكذلك ما تبخلوش عليا باللايك، وما تنساونيش من التعليق ديالكم اللي تفرحوني بزاف. كذلك اللي اول مره تشاهد الفيديو ديالي، ما تنساش تضغطي على زر الاشتراك باش تشاركي معايا في القناه، وتفعلي الجرس باش تبقاي توصلي بكل جديد غادي نحطو. اول حاجه البنات، نبدا معكم هاد البيتزا روليف. انا خديت هنا جوج زليفات بحال هادو ديال الدقيق الابيض، يعني اي زليف عندكم ديروا منهم جوج. كذلك غنضيف لهم عندي هنا الخميره الفوريه. كيف ممكن ديروا خميره المعجونه؟ درت هنا ملعقه ديال الخميره الفوريه. عندي كذلك غنضيف نصف ملعقه ديال الملح. الملح ديما تنقول لكم تيبقى على حسب الذوق. كذلك عندي هنا الحليب بودرة او نيدو، يعني اي حليب متوفر عندكم حليب بودرة. بالنسبة للبنات اللي ما كانش عندكم متوفر حليب بودرة، ممكن في عوض ما تجمعوا هاد العجين هادي بالماء، جمعوها بالحليب العادي واستغناو على الحليب بودرة. انا درت 3 ديال المعالق ديال الحليب بودرة، وعندي هنا كذلك زيت الزيتون، عندي 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون او زيت العود. وعندي هنا ملعقه ديال سكر سنيده. صافي، غادي نحاول البنات ندخل هاد العناصر كلها في هاد الفرص ديالي. غنحاول حتى نقولوا نبسبسها بالاصابع ديالي حتى ندخل هذاك الزيت داك الدقيق كله. صافي، غادي نستمر هكا بنفس الطريقه حتى يدخل ليا دوك العناصر مع الدقيق ديالي، ومن بعد نبدا نضيف الماء الدافئ القليل بالقليل حتى تجمع ليا العجين. كيف ما قلت لكم، اللي ما متوفرش على الحليب بودره ممكن يجمعها بالحليب حتى تحصلوا على عجين رخو بهذا الشكل هذا. فقط انا تنجمعها ما تندلكها ما والو، من بعد خليتها في البول ديالها وغطيتها هكا بالفيلم اليمونتير، ونخليها تقريبا تختم ليا لمده ربع ساعه لما يضاعف ليا الحجم ديالها وتكون عندي جاهزه. هنا البنات على ما نخليها تخمر، عندوز نحضر هنا كيف ما تلاحظوا عندي بصله متوسطه الحجم اللي قطعتها الى شرائح يعني طوليه. عندي كذلك فلفل حمراء وفلفل خضراء، حتى هي قطعتهم شرائح طويله. بالنسبه للتوابل عندي القليل من البابريكا والفلفل الاحمر، كذلك قليل من الكمون، القليل من الملح، القليل من الابزار، القليل من الزنجبيل، والقليل من الثوم بودره، ودرت لهم شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزيت النباتي، وغادي نخليهم حتى طيب ليا هذيك الفلفله ديالي والبصل. هنا البنات من بعد ما طابوا لي هذيك الفلفله والبصل، كانت العجين ديالي هنا اختمرت، تناخذها تضاعف الحجم ديالها كيف شفتوا معايا في الفيديو، تناخذها من البول، تنحاول انني نخرج منها داك لي غاز اللي في قلب منها. صافي، تنقسمها لك اثنان، يعني تنقسم العجين ديالي على جوج، وتندير هكا شويه ديال الدقيق الابيض او الفورس، وتنطلقها بهذا الشكل هذا اللي يكون الحجم ديالها تقريبا واحد نصف سنتيمتر. صافي، بالنسبه للبنات نبداو هنايا. انا عندي صلصه البيتزا كيف ما انا عندي جاهزه، ممكن تحضروها في البيت ديالكم، ديروا او اي صوص متوفر عندكم تبغيوها تجي من تحت، يعني الصلصه اللي تخدموها البيتزا. هنا غنعطيها لكم بجوج طرق، بالنسبه لي ما متوفرش عليا، غنعطي لكم يعني ندير لكم جوج ديال الاشكال. صافي، هنا درت جوج معلقات ديال صلصه البيتزا اللي دهنتهم هكا على العجين ديالي من الفوق. وصافي، وهنا عندي دوك الفلافل ديالي كيف ما قلت لكم بعد ما طابوا ليا، والبصل تنديرهم حتى هما هكا من الفوق، وعندي في لهم القليل من الزيتون الاسود اللي مقطع. كذلك عندي هنا التونه، عندي هنا علبه صغيره اللي نضيفها فوق هاد، ممكن البنات تخليوها غير هكا وتدخلوها للفرن يعني على شكل بيتزا، ممكن ديروا بالطريقه اللي عطيتكم انا. المهم تنديروا شويه ديال التنوعات، هي نفس الشكل ولكن المهم كيف ما تنقولوا العين تتاكل قبل الفم، يعني حتى العين خصنا نشبعوها مره هكا ومره هكا يعني بطرق مختلفه. صافي، تناخذ وسطه السكين وتبدا نقطع فيها بهذا الشكل هذا، ومن بعد ناخذ اللاطه اللي تدخل للفرن
وغادي نحاول نبسطها، نضغط عليها باليد ديالي واحد شويه كيف ما تلاحظوا. صافي غنحطها في اللاطه كيف ما تلاحظوا معايا، استفتها هنا في اللاطه وضغطت عليها باليد ديالي واحد شويه. صافي البنات ما نخليها تختم، ما حتى شي حاجه نديرها في الفران اللي يكون ديجا وسخنته من قبل، ونخليها تطيب غير من الفوق. وهنا البنات الشكل الثاني، فانا طلقت الجزء الثاني اللي عندي من العجين حتى هي بنفس الطريقه، وهنا ضفت ليها الجبن، اي جبن متوفر عندكم او اي فرماج، انا ضفت ليها هنا جبلي. كذلك حتى هي بنفس الطريقه، شنو التغيير اللي فيها هو الجبن وصوص طوماط. صافي حتى دي تجي بنينه بزاف، ضفت لها كذلك حتى هي الفلافل، التونه، الزيتون الاسود والفرماج احمر، ولويت حتى هي بنفس الشكل، وستفتها في اللاطه وضغطت عليها ودخلت حتى هي الفران اللي ساخن كيف ما تشوفوا. فهاد الجهه دايره ديال صوص طوماط، وفهاد الجهه دايره ديال الفرماج. صراحه جات بنينه وجاو رائعين بزاف، ننصحكم انكم تجربوهم. ملي جربتوهم ما تنساش ترجع التعليق وتكتب ليا كيف الجواب. اما بالنسبه للفطيره الثانيه، فانا عندي هنا 4 كؤوس ديال الدقيق الابيض، عندي هنا ملعقه ونصف ديال الخميره الفوريه تقريبا البنات، يعني العجين تتشابه نوعا ما. صافي عندي هنايا 2 ملاعق ديال هذا الحليب بودره، حتى هي بنفس الطريقه اللي ما كانش متوفر عندكم حليب بودره ممكن تجمعوها بالحليب. عندي ملعقه ديال السكر، بالنسبه هنا البنات عندي كذلك شويه ديال الملحه على حسب الذوق. بالنسبه للبنات يعني كيف ما تتعرفوا انا يعني كل مره درت حاجه وجمعت لكم هكا يعني بجوج بهم. هي هذه درت فيها الزيت النباتيه، درت فيها 3 معالق ديال الزيت النباتيه، يعني تقريبا هي كيف ما تلاحظوا. المهم البنات هاد العجين هذه تجي زوينه زوينه بزاف. صافي هنا ضفت مباشره، ضفت الماء وتنبدا نجمع العجين ديالي حتى نجمعها تماما، ومن بعد غنطلقها على سطح العمل ونحاول يعني ما تفركش يعني ما تدلكش مزيان، غير واحد جوج دقائق هكا يعني نحاول اني نجمع لي العجين في اليد ديالي مزيان. ومن بعد هكا دهنت هذاك البول، بعد ما جمعتها على سطح العمل دهنت هكا البول بشويه ديال الزيت، وكذلك دهنت العجين ديالي من الفوق بشويه ديال الزيت غير بواسطه اليد ديالي. صافي وخليتها هكا في البول وغطيتها بالفيلم اليمونتير، ونخليها حتى هي تختمر لمده تقريبا واحد من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. المهم على ما يبان لكم ان الحجم ديالها ضعف، صافي تكون عندي العجين ديالي واجده. هنا ننتقلوا للحشو. بالنسبه للحشوه ديالها البنات، فانا غادي 2 ديال الجزرات اللي حكيتهم هكا، ضفت لهم قليل من الملح، وكذلك عندي هنايا بصله صغيره اللي قطعتها مربعات، كذلك الفلافل على حسب اللي متوفر عندكم قطعتهم الى مربعات. كما قلت لكم ضفت لهم قليل من الملح، القليل من زيت الزيتون، القليل من الكمون، القليل من البابريكا، القليل من الابزار، سكنجبير، يعني التوابل كلها، ثوم بودره. صافي البنات التوابل كلها مع الزيت. وهنا ضفت ليهم ملعقه ديال صلصه الطماطم، يعني ممكن ديروا العاديه المصبره، ممكن ديروا ديال البيتزا، انا هنا درت ديال البيتزا يعني تتكون منسمه. صافي كيف ما ممكن انكم ديروا طماطم المركزه وديروا معها شويه ديال الربيع. ضفت القليل من الزيتون الاسود المقطع الى قطع صغيره، وكذلك ضفت لهم كاس ديال الماء وخليتهم هكا يتقلاو حدايا. كانت العجين ديالي هنا اختمرت ليا، خديت حتى هي بنفس الطريقه قسمتها الى 2، درت هكا على سطح العمل الدقيق، وبقيت تنطلق فيها بهذا الشكل هذا حتى نبسطها، يعني تولي تقريبا حتى هي واحد الخرانس سنتيمتر، هذه واحد سنتيمتر في حلقة. صافي من بعد البنات تنقطع هكا باي دائره متوفر عندكم، او ممكن زلافه، ممكن كاس، يعني على حسابكم نتوما. تناخذ هكا قطعه بقطعه، تنحاول نطلقها واحد شويه، نزيد نطلقها واحد شويه، تنوضع فيها هذيك الحشو ديالي، وكذلك تنوضع على القليل من الفرماج الاحمر. صافي تناخذ هاد القوالب ديال الكاب كيك اللي دهنتهم بالزيت، ونوضع فيهم هاد الخبيزات ديالي كيف ما ممكن انكم توضعوهم هكاك في اللاطه ديال الفرن. صافي تنستمر بنفس الطريقه، تنطلق وندير شويه ديال الحشو وكذلك القليل من الفرماج، وتنجمع هكا باليد ديالي على شكل يعني خبيزات. كيف ما قلت لكم ترى ما كانش متوفر عندكم القالب ديال الكاب كيك، ممكن ديرهم غير هكا خبيزات يجيو على شكل قريشلات هكا في الفران. من بعد البنات ما ساليتهم كاملين، درت هكا دهنتهم بقليل من ممكن ديروا الصفار البيض، انا هنا درت بيضه كامله دهنتهم بها. من بعد زينتهم هكا بالبابو، كما ممكن تزينوا باي شيء متوفر عندكم يعني ديال المملحات بحال الزنجلان الابيض او الزنجلان العادي او هكا البابو يعني خشخاش اللي متوفر عندكم. صافي انا كانت درت ديجا الفران يسخن، الا بغيتوهم البنات يعني يجيو انهم شويه يعني
كبارين خليهم يختمروا واحد شويه، انا ما خليتهم صراحه يختمروا، دخلتهم للفرن وخليتهم هما الفوق حتى طابوا ليا وخداو لي هذا اللون الجميل هذا كيف ما تشوفوا، اللون ذهبي صراحه، جو زوينين زوينين بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم كيف ما قلت لكم، تردوا لي في التعليق تقولوا لي كيفاش جاوكم. صافي هنا البنات حليت لكم وحده، تشوفوا من الداخل ديالها تجي خاويه من الفوق، تجي ديك الحشوه ديالها. بالنسبه للعجينه البنات اللي تحت اللي تجي اسفنجيه، عجينه البنات اللي روعه روعه بزاف، يعني انا متاكده الا حطرتوا هذه العجينه هذه هتعتمدوها في كل شيء. ما بقينا نقول لكم مع السلامه، غدا ان شاء الله في فيديو جديده، باي باي.